السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون عن الـ CNS Nervous System، الجهاز العصبي، و Graded Potential للنيورون، و Function of Synapse و Synaptic Potential و Neurotransmitters للنواقل العصبية. تمام، بداية خلينا نرجع نتذكر إنه الاكشن بوتنشال اللي كنا نحكي عنه بالمحاضرات الماضية هو ما راح يصير. الاكشن بوتنشال مستحيل يصير الا اذا وصل ممبرين بوتنشال لثريشولد، مستوى العتبة. تمام، فلو نجي نطلع هون، هاي هون مثلا ما في عندي شوية ديبولاريزيشن، بس انا ما عندي اكشن بوتنشال. متى بلش الاكشن بوتنشال؟ لما انا وصلت للثريشولد، هذا الريستنج ممبرين وهي الثريشولد اللي هي ناقص 55. تمام، فانا الاكشن بوتنشال بدي اعرف انه مستحيل يصير الا اذا وصل للثريشولد، واللي بيتحكم فيه طبعا قوه المحفز. تمام، عشان هيك في عندي شيء اسمه سب ثريشولد، يعني طلع انا هون تحت الثريشولد ما وصلت للثريشولد، هون الثريشولد ستيمولس هيو وصل عندي مستوى العتبة، وصل عندي الثريشولد، بينما هون سوبرا ثريشولد ستيمولس، يعني عندي اكثر من وصول للعتبة، اكثر من مرة وصول للعتبة، صار عندي كمية كبيرة من الاكشن بوتنشلز. تمام، نيجي نحكي عن محاضرتنا اللي هي الجريدد نيورونال بوتنشلز. هلا كنا نحكي الاكشن بوتنشال انه الاكشن بوتنشال بينتقل على مستوى الاكزون كامل، بينتقل بصير في عندي اشي اسمه بروبوجيشن، يعني بينتقل على كامل النيورون، بينما الجريدد بوتنشال سمول لوكالايزد تشينج او ديفيشن، يعني بصير بمنطقه معينه ومحدده وبكميات صغيره البوتنشال. فبصير عندي على الريستنج ممبرين بوتنشال، طبعا كيف راح يصير هذا الجريدد بوتنشال؟ بيدخل علي محفز على الريستنج ممبرين، بحفز منطقه الدندرايت، تمام، اللي هي الزوائد هاي اللي بتكون بالخلايا العصبيه، ومباشره راح يعمل لي شغلتين، اما ديبولارايز او هايبربولارايزيشن. تمام، فانا ممكن يصير عندي ديبولارايزيشن او هايبر بولاريزيشن. طب هذا الحكي بيعتمد على شو؟ بيعتمد هل انا دخل عندي محفز اكسايتوري موجب او انهيبيتوري مثبط. تمام، يعني اما اشي ينشط او اشي يعمل على التثبيط. الاشي المنشط راح يعمل عندي الدي بولاريزيشن، بينما الاشي اللي بيثبط بيعمل انهيبيشن، راح يعمل اللي عندي هايبر بولاريزيشن. تمام، طيب هسا قلنا راح يدخل عندي اكسترنال ستيمولاي، راح يدخل عندي محفز خارجي، تمام، على السنسوري نيورون، على مستقبلات بتكون موجوده على الدندرايت. تمام، او هسا راح نعرف لقدام اشي عندي اشي اسمه السينابس والنيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميترز هي نواقل عصبية، السينابس هي عبارة عن مشابك تشبك بين الاشي اللي اجا من برا مع الاشي اللي انا بدي اشبك عليه، هاي اسمها مشابك، تشبك بين عصبونين او بين الناقل العصبي والعصبون اللي بده يتأثر، النيورون اللي بده يتأثر. تمام، اللي بدي اياه يصير عندي في graded potential بالبوست سينابتك اللي هي الدندرايت، هون البوست سينابتك. هسه رح نيجي نشرح فيهم بشكل موسع، بس خلينا نحكي عن الجريدد بوتنشال. هسه التشينج بالممبرين بوتنشال قلنا رح يصير في عندي هايرستنج ممبرين، رح يصير عندي تغيير بالممبرين بوتنشال. طيب هذا التغيير شو سببه؟ رح يصير في عندي اكتيفيشن، يعني تفعلت عندي القنوات وزادت النفاذية للايونات اللي حكينا عنها بالمحاضرات الماضية اللي هي الصوديوم البوتاسيوم والكلوريد. تمام، فلو انا زادت عندي الصوديوم نفاذيته راح يصير عندي ديبولاريزيشن، بينما لو صار عندي البوتاسيوم
راح يصير عندي هايبر بولاريزيشن، تمام؟ فهو بالانشل ار ذا اونلي مينز اوف كوميونيكيشن يوزد باي 7 نيورون بلاي فيري امبورتنت رول ان انيشيشن انتجريشن اوف لونج ديستانس سيجنال باي نيورونز. يعني هو الوحيد اللي بيعمل كوميونيكيشن، تمام، وبيشتغل على العصب، وله وظيفه مهمه جدا انه يبلش بالنقل النواقل العصبيه لمسافه طويله عبر العصبون. فنجي نطلع هاي الاشي اللي انا حكيت لكم اياه، هاي الهايبربولاريزيشن جريدد بوتنشال نتجت عن فتح ايونات البوتاسيوم، وهون الصوديوم صار عندي ديولاريزيشن زي ما بنعرف، ارتفع وارجع، بس صار في عندي جريد بوتنشال بمنطقة واحدة، فعشان هيك انا سميتها ايش؟ لوكال هاي ديولاريزيشن جريد بوتنشال. تمام، هسه رح نيجي للفروقات بين الجريد بوتنشال والاكشن بوتنشال عشان نميزهم لو اجانا بالامتحان. طيب هسه الجريد بوتنشال بحكي لك انه ستيمولس سترينث. شو يعني هذا الحكي؟ يعني انه بناء على المحفز راح يصير عندي، وقوه المحفز راح يصير عندي الديبولاريزيشن او الجريد بوتنشال. يعني نيجي نطلع ستيمولس 1 دخل عندي محفز بس ما عمل لي ديبولاريزيشن بكميه كافيه، كانت كميه صغيره. الستيمولس الثاني، المحفز الثاني عمل بكميه اكبر قليلا، بينما الثالث لانه محفز بشكل اكبر او هو محفز قوي عمل ديبولاريزيشن اكبر. فالامبليتيود اوف جريد بوتنشال اللي هي هاي الديبولاريزيشن ستيت تعتمد على شو، او بتزيد عن طريق شو؟ انه يزيد عندي الستيمولس انتنسيتي. يعني كل ما زادت قوه المحفز زادت عندي الامبليتيود اوف جريد بوتنشال. طيب في شيء اسمه سميشن. شو يعني سميشن بالجريد بوتنشال؟ يعني ان جمع، يعني يصير في عندي اكثر من بوتنشال يكبر عندي الامبليتيود، تمام؟ فالجريد بوتنشال ممكن اد توجذر تو بيكم لارجر، يعني راح يصير عندي اكثر، طلع هون اكثر من محفز دخله، هاي المحفز الاول هاي المحفز الثاني، فسووا لي اكثر من جريد بوتنشال بنفس الوقت، فجمعتهم مع بعض وسميتهم هذول الاثنين سميشن. تمام. طيب يجي انه الـ Gradient Potential are localized زي ما حكيت and only travel a short distance from site of stimulation. يعني لو دخل على الـ Dendrites رح ينتقل لمسافة صغيرة جدا فقط، يعني ما رح يصل الـ Axon. تمام، هاي نرجع للصورة، هاي الـ Dendrites. اوكي، لو صار في عندي هون بوتنشال ما راح يصل عندي الاكزون اللي هو هذا، تمام، لانه بيشتغل على مسافه صغيره. هذا الفرق بينه وبين الاكشن بوتنشال اللي هو بيعمل بروبوجيشن، بينتقل على كامل السيل العصبي، على كامل النيورون، الخليه العصبيه. طيب هسه الممبرين بوتنشال اوف السيل كان بي دوبلرايز باي يوزنج، قلنا هذا الحكي انه انا بصير في عندي دوبلرايزيشن، تمام، وبصير انا اقيس البوتنشال اني احط one inside the cell والاذر on the extracellular fluid، واحد جوا الخلية واحد بالextracellular fluid. حطيت قطبين من الالكترودز، تمام. لو نجي نطلع ان الممبرين بوتنشال بالA، هاي الممبرين بوتنشال بالA، هاي الصورة A، تمام. Membrane potential is closer to resting potential. نجي نطلع هون، قريب البوتنشال قريب للريستنج ممبرين بوتنشال، تمام. لما تزيد الديبولاريزيشن، لما تزيد المسافه عن الديبولاريزيشن سايت، هي الديبولاريزيشن سايت، سايت اوف انيشال ديبولاريزيشن، بس بلشت عندي ديبولاريزيشن، زادت المسافه وكبر عندي وصار ابعد الممبرين بوتنشال. بينما بي لوكال كرنت سراوندينج ذا ديبولارايزد ريجن، راح يصير في عندي ديبولارايزيشن للادجيسنت ريجن، يعني راح يصير في عندي ديبولارايزيشن للمناطق الجانبيه. طيب ليش هذا الحكي صار؟ لانه الالكتريك سيجنال، الاشارات الكهربائيه، تمام، بتقل كل ما زادت المسافه،
طيب احنا حكينا الجريد بوتنشال هو لوكال، تمام؟ فهو بيشتغل كإشارات على فيو مليمترز، مسافة قصيرة جدا. عشان هيك احنا حكينا انه ما بيسافر ولا بينتقل، don't travel along the distance like an action potential. حكينا انه بيشتغل على مسافات صغيرة لجريد بوتنشال، كل ما كبرت المسافة ما راح يوصل عندي لمناطق. ايش يعني؟ طيب هاي الفروقات بين ال graded potential comparison بين ال graded potential وال action potential. انا يعني بفضل انكم تحفظوها صراحة. بدي اعرف انه ال graded potential بيكون بالدندرايت زي ما انا حكيت او بالسيل بودي، تمام؟ هاي mostly. بينما ال action potential التريجر زون تبعته، المنطقة التحفيز تبعته بتكون وين؟ والبروبوجيت والنقل عن طريق الاكزون كامل. اوكي، التايب اوف شانلز الموجوده بالجريد بوتنشال اللي هي الليجند جيتد اور ميكانيكال جيتد ايون شانل، بينما الاكشن بوتنشال زي ما حكينا فولتج جيتد عندي صوديوم وبوتاسيوم فولتج جيتد شانلز. طيب هسه كيف بصير عندي كوندكشن، كيف بصير عندي توصيل؟ الاكشن بوتنشال حكينا بصير في عندي بروبوجيت، وبالتالي بينتقل عبر مسافات طويله. طيب الجريد بوتنشال حكينا ما عندي بروبوجيتد، لوكالايزد بيشتغل على مكان معين وفقط على فيو مايكروميترز، يعني على سمول ديستانس. اوكي طيب هسه الامبليتيود قلنا الارتفاع تبع الدولاريزيشن او البوتنشال بيعتمد بالجريد بوتنشال على السترينث اوف ستيمولس، قوه المحفز. طبعا بتختلف من 1 ملي فولت ل more than 50 ملي فولت. بينما بالاكشن بوتنشال اذا بتذكروا حكيت انا انه من خصائصها all or none، all or none، يعني يا بصير عندي كل اشي depolarization و repolarization و hyperpolarization وكل اشي بصير عندي، او ما راح يصير عندي ولا اشي، عشان سميته all or none، يعني ما بتتحكم فيها الستيمولس. طيب الديوريشن الجريد بوتنشال اطول مده، فتتدرج من سيفرال ملي سكند ل دقائق متعدده، بينما الاكشن بوتنشال بصير بمرحله صغيره. خلاص بصير عندي ديبولاريزيشن مباشره، بنزل ديبولاريزيشن بصير عندي من 0.5 ل 2 ملي سكند فقط. البولاريتي تمام، حكيت لكم هسه بالجريد بوتنشال انه ممكن يكون عندي هايبر بولاريزيشن نتيجه الانهيبيتوري ستيمولس، تمام، او ديبولاريزيشن نتيجه الاكسيتاتوري ستيمولس، محفز التنشيط او التثبيط. بالتثبيط بصير عندي هايبر بولاريزيشن، بينما بالتنشيط بصير عندي ديبولاريزيشن. هلا بالاكشن بوتنشال اولويز كونسيست اوف ديبولاريزينج فيز، متبوعه زي ما حكيت بريبولاريزيشن فيز، وبالتالي بعد ما تخلص الريبولاريزيشن بتطلع تنزل، بعدين بتصل عندي للريستنج ممبرين، تمام. هاي ميزه الاكشن بوتنشال. هلا حكينا بالمحاضره الماضيه انه انا في عندي بالاكشن بوتنشال ريفراكتوري بيريود، عشان هيك ما بصير عندي اشي اسمه السميشن، لان هسه شرحته قبل شوي انه بصير عندي اكثر من ستيمولس بيسوي اكثر من ديبولاريزيشن، تمام. فانا عندي هناك ريفراكتوري بيريود في مرحله من المراحل ما بصير في عندي فيها اي اكشن بوتنشال، بينما بالجريدد بوتنشال ما عندي هذا الريفراكتوري بيريود، بالتالي راح يصير في عندي شيء اسمه سبيشال وتيمبرال سميشن، راح يصير في عندي اكثر من ستيمولس زي ما انا هون شرحت، راح يصير في عندي سميشن توجذر، ويصير الامبليتيود اكبر بكثير من الوضع الطبيعي. طيب نيجي للنيرفس سيستم، الجهاز العصبي، ومن ايش بتكون وكيف بيصير عندي الاوامر العصبيه بتنتقل. بداية نعرف انه السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي بتكون من سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي و الدماغ، تمام، بينما الجهاز العصبي الطرفي اللي هو البريفرال نيرفس سيستم بيحتوي اي اعصاب طرفية مش موجودة بالدماغ. طيب كيف بيشتغل الجهاز العصبي؟ بالوضع الطبيعي بيستقبل ملايين المحفزات، ملايين، تمام. ايش بيسوي الجهاز العصبي؟ بيقوم بتحليل هاي المعلومات،
واختيار الأشياء المهمة من هاي المعلومات فقط. طيب قديش نسبتها هذا المعلومات المهمة؟ 1% فقط من المحفزات of stimulus اللي بيستجيب لها الجهاز العصبي ومعالجتها، الباقي ايش بيصير فيه؟ بيكون غير مهم بالنسبة للدماغ. فأنا بشتغل على 1% فقط من المحفزات اللي بتصير عندي. طيب أنا عالجتها وحللتها هاي المعلومات، بعد المعالجة شو راح يصير عندي؟ راح أقوم بتحديد الاستجابة، ايش بدي أرد أو ايش بدي أعطي ردة فعل على هذا الموضوع. هذا هو عمل السنترال نيرفس سيستم. فأنا دخل عندي سنسوري ستيمولاي سميته افيرون ديفيجن، يعني داخل انبوت تو سي ان اس، داخل من البريفري او من الاحساس الخارجي، عند مستقبلات خارجيه، مستقبلات حسيه، تمام؟ دخلت عندي من البريفرال او من اشي خارجي، دخل على السنترال نيرفس سيستم معلومات، هاي المعلومات قام السنترال نيرفس سيستم بياخذ الاشياء المهمه فقط منها، عالجها، حللها، ايش راح يصير؟ بده يعطي رده فعل، فراح يطلع عندي شيء اسمه اوتبوت من السي ان اس. هذا الاوتبوت سميته افيرنت، يعني شيء خارج من السي ان اس لباقي الجسم مشان يعطي رده فعل، تمام؟ فعندي السوماتيك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم. طيب شو هو السوماتيك نيرفس سيستم؟ السوماتيك اللي هو الجهاز العصبي الجسدي، تمام؟ بينما الاوتونوميك نيرفس سيستم هو الجهاز اللي بيكون انفولنتري، يعني لا ارادي. الاوتونوميك نيرفس سيستم لا ارادي، بينما السوماتيك ارادي، انت بتتحكم فيه، جسدي، الجسم هو اللي بيتحكم فيه. هذا السوماتيك نيرفس سيستم بيعطيني خلايا عصبيه موتور، يعني بتعطي رده فعل، بتتحكم موتور، يعني بتتحكم، هي اللي بتعطي ردة فعل، هي اللي بتعطي استجابة للسنسور اللي دخل. فعندي أنا سنسور وعندي موتور، إشي بحس وإشي بيعطي ردة فعل، هذا الإحساس وهذا ردة الفعل للمحفز، تمام؟ فهذا الإشي كله الأوتوميك اللي هو عندي السيمباثيتك نيرفس سيستم والباراسيمباثيتك نيرفس سيستم. هذول الاثنين شو بصير فيهم؟ السيمباثيتك اللي هو بيكون والباراسيمباثيتك راح يشتغلوا على السموث والكاردييك مسل، راح يعملوا انقباض لعضلات القلب وانبساطها بناء على الحاله، تمام؟ هاي لا اراديه. بينما الموتور نيورون راح يشتغل على السكيليتال مسل موستلي، ويروح على الافكتور اورجان، العضو المقصود بالشغله اللي صارت. زي انا لما المس اشي حامي مباشره برفع، نتيجة انه راح اشارات لدماغي ودماغي ارسل اشارات لاصبعي انه انا شيل ايدي عن الاشي الحامي. هاي هي الموتور وردة الفعل اللي استجبت لها من السنترال نيرفس سيستم، تمام؟ الافكتور ممكن يكون مصر وممكن يكون جلاند تيشو. طيب حكيت الفانكشن اوف نيرفس سيستم، ايش حكيت؟ حكيت انه هو راح يعمل على يحس بالأشياء عن طريق مستقبلات حسية، تمام؟ والموتور اللي هو هاي عندي سنسوري وعندي موتور، والموتور اللي هو راح يصير عندي يشتغل على الاستجابة للمحفز، الاستجابة للمحفز، تمام؟ هذا هو الموتور النيورون. طيب في شيء عندي شيء اسمه انتجريتيف، عفوا انتجريتيف سيستم، هذا جزء من نيرفس سيستم. هسا الانتجريتيف انه انا بحلل من وظيفة، برضو قلت انه انا حسية، يعطي ردة فعل، برضو انه يحلل الاشارات او المعلومات اللي حس بيها، تمام؟ ويخزنها ويتخذ قرار بناء على الإحساس بالشيء المناسب. يعني زي ما حكيت، أنا لمست إشي حامي مباشرة راح أتخذ قرار بعد ما يجيني قرار من الدماغ إنه شيل إيدك.
فهذا انا اتخذت ميك ا ديسيجن واخذت قرار انه انا لازم اشيل ايدي مشان ما انحرق، تمام؟ فهذا سميته انتجريتيف سيستم. طيب قلنا النيرفوس سيستم برضه قلت بيستجيب او بيستقبل ل مليون اوف بيتس اوف انفورميشن، حوالي مليون معلومه من اكثر من عصب حسي او عضو حسي، سنسوري نيرفز او سنسوري اورجانز. بعد هيك راح يصير في عندي انتجريت لاول ذيس تو، بصير احاول احلل فيها واخزنها لبعض الاشياء واتخذ قرار فيها حتى احدد الريسبونس، ردة الفعل المناسبة to be made by the body، ردة الفعل المناسبة اللي بتطلع من جسمي زي ما حكيت، تمام؟ طيب هسا نيجي لل functional component of a neuron. حكيت لكم انا انه عندي النيورون بتكون من input zone اللي هي dendrites، الزوائد هاي عبارة عن منطقة تيجي عليها الإشارات من النيورون آخر، من خلايا عصبية أخرى أو عصبون آخر، تمام؟ فبتيجي على الانبوت زون وبتدخل معلومات للدندرايت. طيب في عندي إشي اسمه، وطبعا في عندي السيل بادي اللي هو هذا المنطقة، هاي هي السيل بادي، هاي هي الجسم العصبون او النيورون، وعندي التريجر زون اللي هي المنطقة الموجودة على الاكسون اللي راح يصير فيها عندي ايش الاكشن بوتنشال، زي ما حكيت قبل شوي هاي المنطقة اللي بصير فيها الاكشن بوتنشال سميتها تريجر زون، تمام؟ في عندي اشي اسمه الكوندكتنج زون، هاي الكوندكتنج زون اللي هي راح تنقل الاكشن بوتنشال اوفر ا لونج ديستانس، يعني بتعمل توصيل للاكشن بوتنشال اللي صار عندي بهاي المنطقه على مدى طويل، على منطقه طويله، تمام؟ هاي سميتها منطقه الكوندكتنج زون. هسه الزون الرابعه اللي هي الاوتبوت زون، اكسون تيرمينالز، يعني نهايات عصبيه او نهايات الاكسون. هاي النهايات العصبيه هي المنطقة اللي بتفرز عندي اشي اسمه نيورو ترانزميتر اللي راح يأثر على الخلايا الاخرى، فراح يفرز عندي نيورو ترانزميتر، نواقل عصبية حتى تدخل وتأثر على other cells، تمام؟ بأي طريقة ممكن يكون في عندي receptors مستقبلات وتنتقل هاي النواقل العصبية لهاي المستقبلات مباشرة، تدخل على الخلية وتأثر عليها. طبعا شو الناقل العصبي المشهور اللي بنعرفه اللي هو الأسيتيل كولين، تمام؟ طيب عندي General Organization of Nervous System، حكينا بالClassification of Neuron أنا عندي Nervous Central Nervous System، عندي Peripheral Nervous System، دخل عندي الريسبتور، دخل على الأكسون، انتقل لا سنترال بروسس بالاكسون، تمام؟ فانا عندي سنسوري نيورون وموتور نيورون وانتر اسوسيشن نيورون. شو يعني؟ يعني الافيرنت نيورون هذا هو سنسوري، دخل عندي معلومات من الخارج حسيت فيها، دخلت عبر المستقبلات راح تروح عندي على السيل بادي، تمام؟ مباشرة راح تنقل وتطلع لي الافيرنت نيورون اللي هو الموتور، اللي هو ردة الفعل على الاشي اللي صار، تمام؟ هسا في اشي اسمه انتر اسوسيشن نيورون، يعني هذا الانتر نيورون اللي هو بيكون بين السيل بادي والاكسون، هاي المنطقة سميتها انا انتر نيورون، ربطت بين سيل بادي وبين اكسون ثاني، تمام؟ نعرف انه البيسك فانكشنال يونت اوف ذا نيرفوس سيستم از ذا نيورون، اوكي؟ البيسك فانكشنال يونت يعني اهم وظيفه بالنيرفوس سيستم او الشيء اللي بيشتغل بالنيرفوس سيستم اللي هو النيورون. السي ان اس سنترال نيرفوس سيستم بيحتوي على اكثر من
100 بليون نيورون. طيب شو بيشتغلوا هذول النيورون؟ قلنا حكينا بيعملوا ستور، بيخزنوا، بيتواصلوا، كوميونيكيت وانتجريت انفورميشن، بيحللوا المعلومات وبينقلوها. طيب هسه بدنا نستنتج من آلية العمل انه بعد ما حكينا انه هو الوحدة الأساسية في الجهاز العصبي، تمام، اللي بيصير فيها نقل المعلومات وتخزينها ومعالجتها هذا للنيورون، نعرف انه الجهاز العصبي له انبوت، له انبوت وله اوتبوت. يعني راح يكون انا عندي معلومات داخلة للدماغ، وهاي المعلومات تنتقل عن طريق العصب الحسي اللي هو السنسوري نيرف لمين؟ عن طريق العصب الحسي بتنتقل هاي المعلومات. اما المعلومات الخارجة من الدماغ، هاي خرجت من الدماغ سميتها اوتبوت، تحتوي على الاوامر اللي بتنتقل عن طريق الموتور نيرف، عصب الحركة او عصب ردة الفعل، تمام. طيب الجهاز العصبي هو جهاز مسؤول عن الاستجابة السريعة مباشرة، بده يعطي ردة فعل شو مكان الاشي اللي بده يصير، لازم يعطي ردة فعل سريعة مشان ما تصير مشكلة. طب كيف نفسر هاي الاستجابة السريعة؟ مثلا البنكرياس لما بده يعطي الخلايا الامر حتى تاخذ سكر، البنكرياس، تمام، لما بده يعطي انه يسحب شجر من الخلايا، راح يقوم بافراز مواد كيميائيه. طب شو هاي المواد الكيميائيه؟ اللي هي الانسولين، نعرف انه الانسولين، تمام، هذا الانسولين راح ينتشر في جميع انحاء الجسم عن طريق شو؟ البلد، الدم. وستكون هاي الاستجابة الخلايا مش راح تكون بسرعة كبيرة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه هذا بيعتمد قديش راح تأخذ وقت، تعتمد على سرعة الدم، تعتمد على تدفق الدم. طيب لما أنا أنظر إنه والله أنا آلية انتقال المعلومات بين الخلايا العصبية، تمام، راح نشوف إنه الخلايا العصبية بتعتمد على سرعة انتقال النواقل العصبية، زي ما حكيت هون اعتمدت على سرعة تدفق الدم. الخلايا العصبية ونقل المعلومات بين الخلايا العصبية بيعتمد على سرعة انتقال النواقل العصبية من خلية لأخرى، وإنه المسافة تكون بين الخليتين قليلة جدا، مسافة صغيرة، فكل ما كانت الخليتين أقرب لبعض كانت أسرع الانتقال للمعلومات والأوامر من وإلى الجهاز العصبي. هاي هي فكرة النيرفس سيستم. طيب السينابس والسيجنال ترانزميشن، شو هو السينابس؟ السينابس هي عبارة عن مشابك، تمام، عبارة عن مشابك. هاي المشابك بتكون موجودة بين، تربط جنكشن بتوين نيورون، تربط بين عصبونات، تمام، مختلفة، او بين نيورون عفوا وافكتور لايك سكيليتال ماسلز. يعني ممكن تكون بين عصبونين، ممكن تكون بين عصبون وسكيليتال ماسلز، اوكي. طيب هلا خلينا نحكي شوي عن السينابس. هي عبارة قلنا عن مناطق تشابك عصبي، بتضم هاي المناطق التشابك العصبي نيورونال سينابس تشابك عصبي، اوكي. هاي بتكون موجودة على الاكزون تيرمينال زي ما حكيت قبل شوي، وفين ون نيورون. يعني انا هاي عندي الاكزون، عندي هاي النهايات العصبية، النهايات الاكزون، اوكي. فانا هاي المنطقة اللي على النهايات سميتها بري سينابتك. شو يعني بري سينابتك؟ يعني قبل السيناب. هلا في عندي المنطقة الثانية
اللي هي ايش راح تكون عندي. مثلا انا كان عندي هاي السيل بادي بده يطلع من عنده دندرايت اللي هي الزوائد، تمام؟ هاي المنطقة انا ايش بسميها الدندرايت او السيل بادي للسكند نيورون، سميتها بوست سينابتيك نيورون، فانا بسميها هاي المرحلة بوست سينابتيك نيورون. طيب من وين جبت انا بري وبوست؟ بري يعني قبل، بوست يعني بعد. طب هاي المنطقة اللي بالنص هي السينابس، عشان هيك سميتها منطقة التشابك العصبي، تمام؟ اللي قبلها سميته بري سينابتيك، واللي بعدها سميته بوست سينابتيك، يعني المنطقة اللي راح ينتقل منها النيورو ترانسميتر او النواقل العصبية بنسميها بري سينابتيك، بينما المناطق اللي راح تستقبل هاي الاشياء والنواقل العصبية سميتها بوست سينابتيك. هسا الجنكشن هاد شو وظيفته؟ انه ينقل ترانسميشن النيرف اكشن بوتنشال او النيرف امبلس، يعني نقول لي الاكشن بوتنشال للعصب من نيورون للاخر. طيب هذا يعني بيرتبط، هذا الارتباط بنقل السيال العصبي بين العصبونات، ينقل السيال العصبي بين العصبونات المختلفة، هاي وظيفته، تمام؟ طيب هاي النقل هذا بين العصبونات إما راح يكون عندي محفز أو مثبط. هسه راح نحكي عنهم، يعني اما اكسايتيشن راح يصير عندي او انهيبيشن، هسه راح نحكي عنهم كمان شوي بالتفصيل. طيب هاي الازرار التشابكيه او السينابس او نيورونال سينابس الها ميزه انها ايش؟ انها اختياريه، يعني تسمح بمرور الاشارات القويه فقط، بينما الاشارات الضعيفه تعمل على تثبيطها، بتمنع نقلها، تمام؟ يعني ما راح يصير عندي نقل للإشارات الضعيفة، بينما الإشارات القوية راح تنتقل، لأنه من خصائصها هاي السينابس إنه تنقل، إنها اختيارية وإلها ميزة إنها اختيارية، فراح تنقل الإشارات القوية. طيب هسا في عندي type of synapse، عندي electrical synapse و كيميكال سينابس، وعندي الجاب جنكشن اللي هو بالالكتريكال راح ينقل يشبك هذا الجاب جنكشن اللي حكينا عنه بالمحاضرات الماضيه، راح يشبك الخلايا مع بعضها وينقل الانفورميشن حتى يصيروا الاكتيفيتي ونشاطهم واحد، يعمل على توزيع المعلومات ويصير النشاط للخلايا مع بعضها البعض واحدة. فالالكتريكال سيناب انه هو طريقة انتقال السيال العصبي بتكون مباشرة من دون اي مواد كيميائية او مستقبلات، تمام؟ بينما الكيميكال سيناب بيكون عبارة عن انتقال السيناب عبر مواد كيميائية او النيورو ترانسميتر. One way transfer of information from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. طبعا الكيميكال سيناب هو البرايمري تايب اوف سيناب ان ذا نيرفس سيستم، هو الاشي الاساسي، تمام؟ هو اكثر اشي بنستعمله اللي هو الكيميكال سينابس، فهو اهمها، و 99% من الأزرار هي من النوع الكيميكال أو التشابكية، السينابس التشابكية هي من الكيميكال سينابس، تمام؟ لو نجي نطلع على هاي الصورة بناء على اللي حكيناه، عندي كيميكال سينابس وعندي إلكتريكال سينابس. لو نجي نطلع، هاي أنا عندي خلية وعندي خلية، هاي البري سينابتك قلنا قبل المنطقة، وهي البوست سينابتيك. عندي هون الجاب جنكشن تشانلز، هي عبارة عن قنوات راح تنقل بسهولة
المعلومات من خلية إلى أخرى. بينما بالكيميكال سينابس أنا عندي هي عندي هذول النيورو ترانسميترز، هذول نواقل عصبية، اللي راح يصير عندي إنه أنا دخلت بعد ما وصل عندي فرق الجهد بالعصبون قبل التشابكي البريسينابتك، تمام، وصل عندي، فوصل لنهاية العصبية. لما يصل عند مرحلة إنه يحفز، راح يصل إنه يحفز قنوات أيونات الكالسيوم الموجودة في جدران هذه الأزرار، راح تفتح القنوات تبعتها وتسمح بانتقال أيونات الكالسيوم إلى داخل السيناب. هذا الانتقال راح يسبب انتشار للنواقل العصبية. بعد ما دخل عندي كالسيوم لجوة، هاي النيورو ترانسميتر راح تنتقل إلى السينابتيك كليفت. هاي المنطقة سميتها سينابتيك كليفت، تمام، هي عبارة عن منطقة شق تشابكي موجود بين العصبون قبل وبعد، يعني بين البري سينابتيك والبوست سينابتيك. في عندي اشي اسمه سينابتيك كليفت، عبارة عن شق بيفرز في المستقبلة النواقل العصبية النيورو ترانسميتر. طبعا بدنا نعرف انه كمية النواقل العصبية المنتشرة اللي راح تطلع تعتمد على كمية الكالسيوم. كل ما دخل كمية كالسيوم اكبر، كل ما كان النيورو ترانسميتر اللي بينتشروا كميتهم اكبر. طيب بعد ما انتشرت هاي النيورو ترانسميتر، شو راح يصير عندي؟ راح تذهب وترتبط بالمستقبلات. ونجي نطلع، هاي راح نيورو ترانسميتر هون وهون وهون، راح تيجي ترتبط بمستقبلات على العصبون البوست سينابتيك بعد التشابكي. هاي المستقبلات قلنا اما راح تكون تثبيطية او تحفيزية. طيب عندي نوعين من المستقبلات، اما مستقبلات عبارة عن قناة ريسبتور زي الايونيتروبيك ريسبتورز، يعني هاي ارتبط ودخل عبر قناة، والنوع الثاني اللي هو عن طريق تحفيز السكند ماسنجر، هاي ايون دخل، تمام. النوع الثاني اللي هو السكند ماسنجر، يعني انا عندي ناقل ثاني سميته ميتابوتروبيك ريسبتور، يعني راح يصل عندي على الباب، راح يجي في عندي اشي اسمه جي بروتين، راح نحكي عنه بالمحاضرات الجاي. هذا النوع من المستقبلات بيرتبط الناقل بمستقبل بروتيني، هذا اللي هو الجي بروتين، وهذا المستقبل يرتبط بالرسول الثاني اللي هو بروتين جي اللي بيكون مرتبط بالجي دي بي، تمام. الجي دي بي نجي نطلع، انا عندي هاي النيورو ترانسميتر دخل هون، اوكي، هذا البروتين اللي داخل جدار الخلية، تمام. الجي تي بي راح يتحول لجي دي بي من نوع، عندي ثلاث انواع، الفا بيتا وجاما، اوكي، راح يتحول بعدين، راح ياخذ الالفا تايب، هاي الالفا يحولها لجي تي بي، فراح تنقل عندي وتفتح عندي القنوات بعد، سميتها هاي المرحلة مرحلة الالفا ويرتبط بالجي تي بي، هذا هو اللي سميته السكند ماسنجر، اللي هو ماسنجر اللي هو الرسول الثاني او الناقل الثاني، بيقوم بوظائف عديدة. ايش وظائفه؟ انه هو يفتح لي قنوات الايونات، فانا سميتها ميتابوتروبيك ريسبتور لانه بيفتح لي قنوات للايونات اللي انا بحتاجها، و راح يصير عندي نقل للنيورو ترانسميتر الى الداخل، تمام. فهو راح يفتح لي البوتاسيوم تشانلز عن طريق هاي الالفا جي تي بي، عن طريق السكند ماسنجر اللي انا سميته الفا جي تي بي بعد ما انفصل عن الجي دي بي، تمام. راح تفتح لي التشانلز القنوات اللي هي البوتاسيوم تشانلز. طيب نيجي نحكي عن الستركشر اوف كيميكال سيناب، ليش بتكون الكيميكال سيناب، والتايب اوف ديفرنت بتر كيف بيصير في عندي سينابتيك كونكشن بالنيرفس سيستم.
لما احنا حكينا انه انا سيناء النيورون بتكون من عندي من اكزون وسيلبادي والدندرايت، سواء الزوائد الشجرية اللي هي هاي. تمام، هلا لما يجي عندي نيورون ثاني يرتبط الاكزون، راح يرتبط لما يرتبط الاكزون بالدندرايت سميته اكزو دندرايتك. تمام، بينما لما يجي يرتبط الاكزون بالسيلبادي سميته اكزو سوماتيك، اكزو من الاكزون والسوماتيك اللي هي السيلبادي. لما يجي يرتبط الاكزون بالاكزون على التريجر زون راح اسميه اكزو اكزونيك. هاي الديفرنت، هاي الانواع المختلفه من السينابتيك كونكشن اللي بتصير عندي بالنيرفس سيستم. طيب شو هي خطوات السينابتيك ترانزميشن؟ كيف بينتقل وكيف بصير في عندي انتقال للسيجنال والاشاره بالكيميكال سينابس؟ انا حكيت قبل شوي، اول اشي راح يصير في عندي، راح يصير انه راح يصير في عندي نيرف امبلس من البري سينابتيك. تمام، فاول اشي راح يصير في عندي اكشن بوتنشال بالتيرمينال اوف بري سينابتيك. هاي البري سينابتيك نيورون صار عندي في اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال اوكي، اعطاني نيرف امبلس. هاي النيرف امبلس حفزت عندي الكالسيوم انه يدخل على السينابتيك نوب، على الخليه، هي هاي السينابتيك نوب اوكي، راح يحفز عندي انه الكالسيوم يدخل. هاي الكالسيوم بدخل عن طريق الفولتج جيتد شانلز اوكي، النيورو ترانسميتر اللي هو بيكون هيهم هذول موجودين عباره عن فيسيكلز، حويصلات بتكون موجود فيها النيورو ترانسميتر ونواقل عصبيه. بعد دخول الكالسيوم راح يصير في عندي انها تفرز عن طريق الاكزوسايتوسيس، راح يصير عندي اخراجها خارج الخلية زي ما هون احنا شايفين اوكي. مباشرة راح تروح هاي النيورو ترانسميتر ترتبط بالريسبتور سايتس الموجود بالبوست سينابتيك. هذا هو هاي السينابتيك كليفت اللي حكيت عنها قبل شوي، وهاي المنطقة اللي هي البوست سينابتيك نيورون. راح يجي عندي النيورو ترانسميتر يرتبط بالمستقبلات اللي موجودة على البوست سينابتيك مشان يدخل لجوا ويصير في عندي بوست سينابتيك بوتنشال ويعطيني نيرف امبلس مرة ثانية بعد ما انتقلت المعلومات عن طريق ايونات تشانلز، ايون تشانلز اللي بتفتح عندي بالسب سينابتيك اللي هو السينابتيك كليفت. تمام، هاي آلية عملها. ستيب ان سينابتيك ترانزيشن نفس ما حكيت لكم، هاي موجود عندي اكشن بوتنشال، صار في عندي بروبوجيشن، انتقل الاكشن بوتنشال على طريق الاكزون اوكي بالبري سينابتيك، دخل عندي الفولتج جيت تشانل، فتحت بتاعت الكالسيوم، دخلت كالسيوم، صار في عندي اكزوسايتوسيس لا النيورو ترانسميتر من الفيسيكل اوكي، وخرجت وارتبطت بالريسبتورز الموجودين على البوست سينابتيك ممبرين اوكي، فارتبطت ودخلت الى البوست سينابتيك. طيب متى انا بصير في عندي تيرمينيشن للاكشن اوف النيورو ترانسميتر؟ متى بصير هذا الحكي؟ طيب بعد ما نقلت السيال هل راح تضل عندي القنوات، هل راح تضل عندي القنوات مفتوحه؟ يعني انتقل، هل راح يضل في عندي التشانلز الايون تشانل مفتوحه؟ لا. ليش؟ لانه اذا استمرت مفتوحه راح يصير في عندي تحفيز كبير. طب انا ما بدي اوقف التحفيز، هي انا بدي اعمل ترمينيشن بدي اوقف التحفيز. طب انا مثلا عندي انقبضت العضله، طب انا بدي اعمل انبساط، مش انقبضت، بدي اعمل انبساط. فاذا انا ما عملت ترمينيشن راح يظل العضله مقبوضه، عشان هيك الاليه اللي بعمل فيها ترمينيشن لفعل النيورو ترانسميتر النواقل العصبيه عن طريق ثلاث شغلات، اما انه الناقل العصبي بينفصل وبينتشر وما بيرجع، ينتشر بعد انفصاله من البوست سينابتيك تمام، او بعمل عن طريق انزيمات معينة بعمل على تدميره وازالة الناقل وتدميره واعادة امتصاصه تمام، او بعمل ري ابتيك ان بري سينابتيك نيورون، يعني برجع بسحبه وباخذه عندي بدون ما ادمره بدون ما اعمل فيه ولا شيء، باخذ نيو ترانسميتر وبرجعه للبري سينابتيك نيورون. هيك انا بكون
وقفت عمل النيورو ترانسميتر وما صار عندي اي مشكلة، عملت ترمينيشن للاكشن. فاما عن طريق الديفيوجن انه بينتشر وبينفصل وما بيرجع يشتغل، او بعمل على تدميره عن طريق انزيمات معينة، او بعمل ري ابتيك وبرجع بسحبه بالبري سينابتيك نيورون. اوكي طيب، نيجي للجزء الثاني من المحاضرة اللي هو التايب اوف سينابس. اما قلنا حكينا انه هم اما اكسايتاتوري او انهيبيتوري، اما اكسايتاتوري او انهيبيتوري. شو يعني؟ يعني اما عبارة عن مشابك تنشيط وتحفيز او تثبيط. طب شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه لو نجي نتطلع قبل ببداية المحاضرة حكيت لكم انه انا هاي عندي الثريشولد وهاي عندي الريستنج ممبرين. لما يصير في عندي اكسايتيشن، دخل عندي محفز، راح يصير في عندي ديبولاريزيشن. تمام، هاي ديبولاريزيشن، هذا الاشي سميته اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، اي بي اس بي. تمام، اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. طب لو انا انعكس لتحت زادت السالبية تبعته شو راح يكون؟ انهيبيتوري، صار عندي تثبيط، صار عندي هايبر بولاريزيشن، هون دي بولاريزيشن بالاكسايتيشن وعملية التحفيز. تمام، راح نيجي نشرح هاي الصورة، هاي هسه راح نشرحها. طيب انا حكيت اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، هذا احفظوه اللي هو الاي بي اس بي، الاي اكسايتاتوري والبي بوست والاس سينابتيك والبي بوتنشال. تمام، هسه شو راح يصير عندي؟ اللي راح يصير عندي انه انا بدي احكي عن عمليه تحفيز وعمليه ديبولاريزيشن، يعني ازاله استقطاب العصبون بعد التشابكي البوست سينابتيك. تمام، بدي اعمل ديبولاريزيشن للبوست سينابتيك نيورون. طيب لما انتقلت النواقل العصبيه وارتبطت بمستقبلات، هون ارتبطت بالمستقبلات، تمام، شو راح يصير عندي؟ هاي المستقبلات المحفزه شو ادت؟ ادت الى فتح قنوات ايونات الصوديوم، صار عندي فتح لقنوات ايونات الصوديوم، وهاي القنوات راح تسمح بدخول كميات بسيطه من ايونات الصوديوم. تمام، يعني كل اكسون بنقول تغير بسيط في جهد العصبون بعد التشابكي، وهذا التغير اللي هو الديبولاريزيشن اللي صار سميته اي بي اس بي. طب هذا الجهد الجديد او الممبرين بوتنشال الجديد اللي نتج غير كافي لانتاج جهد فعل، لانه نطلع فوق ما وصل عندي الثريشولد، فما راح يصير في عندي اكشن بوتنشال لانه ما وصل جهد العتبه. طب شو الحل؟ الحل انه راح يتم تجميع المحفزات من اكثر من اكسون، راح اجي على اكثر من اكسون اشوف المحفزات تبعتهم تقريبا من 40 ل 80 اكسون، بجمعهم مع بعض، بجمع جهودهم مع بعض بعمليه اللي هي السميشن اللي انا حكيتها قبل شوي بالجريدد بوتنشال. فوقتها راح يصير فرق الجهد كافي، راح يصير في عندي جريدد بوتنشال، وينتقل الفرق الجهد الى رقبه العصبون اللي هي بنسميها الاكسون هيلوك، اكسون هيلوك اللي هي هاي رقبه العصبون. تمام، يعني بيقفز من جسم الخليه وبيبدا جهد الفعل من عند الرقبه، يعني بيطلع من عندي من الجهد الخليه وبصير فجاه بالاكسون هيلوك. تمام، فراح تحتوي هاي المنطقه، لانه انا حكيت هي التريجر زون، فراح تحتوي على اعداد اكبر من قنوات الصوديوم الحساسه للجهد الكهربائي، وبالتالي راح تفتح بسرعه وتسبب لي الاكشن بوتنشال، وهذا الاكشن بوتنشال راح ينتقل على طول المحور. تمام، فانا نيجي نقرا البوتنشال جنريتد وين ترانسميتر اكت اون ذا ميمبرين اكسيتاتوري تو انكريز الميمبرين بيرميبيليتي. يعني انا اجا هون زاد لي، ارتبط النيورو ترانسميتر الاكسيتاتوري على مستقبلات اكسيتاتوري ريسبتور، زاد لي نفاذيه او البيرميبيليتي للصوديوم، مباشره صار يدخل لي كميه كبيره من الصوديوم الى الداخل. تمام،
زي ما كنا نعرف كيف بسوي عندي ديبولاريزيشن. فلو نيجي نتطلع الريستنج ممبرين هون كان ناقص 65، اوكي، بينما لما صار في عندي اكسايتيشن شو صار؟ ناقص 45. يعني the least negative value لما انا قلت الفاليو ارتفعها هون، ارتفع من ناقص 65 ل ناقص 45، يعني ارتفع للاعلى باتجاه للثريشولد، كلوزر تو ذا ثريشولد، هاي قرب من الثريشولد. عشان هيك انا سميته اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. فانا لما صار عندي قريب هون من الثريشولد سميته اكسايتاتوري، بينما لما يصير عندي لتحت ابعد من الثريشولد راح اسميه انهبيتوري. هسه راح نيجي نشرحه. طيب في عندي شيء اسمه ماثيماتيكال فاليو، يعني قيمه رياضيه. هاي القيمه الرياضيه كيف بدي احسبها؟ للاي بي اس بي قديش بتساوي؟ بتساوي النيو ممبرين بوتنشال، النيو ممبرين بوتنشال بعد الاكسايتيشن هو ناقص 45 ناقص الريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو قديش كان؟ ناقص 65. فناقص ناقص ال 65 ناقص 45 زائد 65 موجب 20. طب ليش هاي القيمة، ليش موجب القيمة هاي موجب دائما؟ لأنها عبارة عن القيمة الرياضية، ولأنه صار عندي اكسايتيشن فصارت هي موجبة دائما. تمام؟ فأنا حكيت إنه أنا بحتاج من 40 ل 80 تيرمينال واي حتى أوصل للارج إي بي إس بي عن طريق السميشن، أجمعهم كلهم مع بعضهم ويعمل عندي أكشن بوتنشال. تمام؟ طيب هذا الحكي برضو أنا حكيت إنه راح يصير في عندي أكشن بوتنشال على بداية من الأكزون، اوكي، على منطقة اسمها الاكزون هيلوك، يعني او التريجر زون اللي انا سميتها، اللي هي هاي اللي هي رقبة الاكزون او العصبون او المحور، عفوا، بتاع العصبون. تمام؟ فالممبرين هاي المنطقة التريجر زون، زون اللي انا حكيت عنها 7 اضعاف الكونسنتريشن موجود بهاي المنطقة للصوديوم. يعني الممبرين اوف هيلوك سيجمنت هاز 7 تايمز ا جريت كونسنتريشن، في كونسنتريشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانل اكثر ب7 مرات من السيل بادي والدندرايتس. تمام؟ فهاي المنطقة عشان هيك انا بحبذها انها تعمل لي ديبولاريزيشن واكشن بوتنشال، لانه فيها كمية كبيرة من الصوديوم ونفاذيتها كثير عالية، وبالتالي راح يصير في عندي اكشن بوتنشال بصورة أكبر وأسهل من السمة أو السلبدي. أوكي؟ ف ال EPSP اللي هو الإكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال بيكون بين موجب 10 وموجب 20، حتى يسوي لازم يكون بين موجب 10 وموجب 20 حتى يسوي دي ان اكشن بوتنشال بالاكزون انيشال سيجمنت. تمام؟ طيب نيجي للجزء الثاني اللي هو الانهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. هون اللي راح يصير عكس اللي قبل، هون انا عملت تثبيط، يعني راح اعمل ايش؟ هايبر بولاريزيشن. طيب شو يعني هذا الحكي؟ نيجي نتطلع هون، انا هاي 70 وهاي 60، عفوا، ها هاي 70، ها هاي ناقص 70 وهي ناقص 60. تمام؟ هاي الناقص 60 اللي هي صارت عندي الثريشولد، وهون الناقص 70 هاي الصورة، هاي ناقص 50 عفوا، هون ناقص 50، الناقص 70 اللي هي الريستنج ممبرين. راح يصير في عندي هايبر بولاريزيشن لما يصير في عندي تهبيط، فانا ابعدت عن الثريشولد. هاي الاشي سميته انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال اي بي اس بي،
احفظوا الاختصار اي انهبيتوري، بي بوست، واس سينابتيك، والبي بوتنشال. اوكي، فاللي راح يصير عندي بالانهبيتوري انه اللي راح يصير عكس اللي حكيناه قبل شوي بالاكسايتاتوري بوست سينابتيك، انه راح يصير في عندي تثبيط للعصبون بعد التشابكي زي ما هو هون، فطلع سالب 70 بينما كان سالب 65، صار سالب 70 نزل لتحت، يعني زادت السالبية تبعته. تمام، فراح تنتقل راح هاي لما اطلق نواقل، لما يجي عندي انهبيتوري نيورو ترانسميتر، اوكي هاي النواقل راح ترتبط بقنوات ايونات الكلور والبوتاسيوم، كلور والبوتاسيوم، راح يطلع البوتاسيوم الى الخارج والكلور يدخل للداخل زي ما حكينا. البوتاسيوم اصلا هو خروج للخارج هو اللي بيعمل لي هايبر بولاريزيشن. طب انا راح ازيد السالبيه تاعت العصبون، انا زادت لتحت صارت اكثر سالبيه. تمام، فانا بالتالي انا بعدته عن مستوى العتبه، فراح يصير علي صعب اني اعمل اكشن بوتنشال، عشان هيك بتعمل على التثبيط. اوكي، طيب انا لما بدي اجي احسب الاي اس اي بي اس بي، اي بي اس بي كيف بدي احسبه؟ نفس الطريقه تاعت قبل شوي. اوكي، انه انا اخذ ناقص 70 اللي هو هذا الرقم الجديد بعد الانهبيتوري، وناقص الناقص 65، ناقص 70 زائد 65 ناقص 5، هذا الرقم دائما سالب لانه تثبيت، دائما سالبي، عشان هيك هي عبارة عن قيمة ثابتة للقيمة الرياضية. فحكينا هو بيعمل على دخول الكلورايد ايونز، وبيفتح ايضا البوتاسيوم تشانلز حتى تطلع الى الخارج البوتاسيوم، فراح يزيد عندي مور نيجاتيف الممبرين بوتنشال وسببنا هايبر بولاريزيشن. دخول الكلورايد وخروج البوتاسيوم زادت عندي الانتراسيلر نيجاتيفيتي، سببت لي هايبر بولاريزيشن وعملت لي انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، هذا اللي انا حكيت لكم اياه. الفاليو اللي حكينا عنها تاعت الاي بي اس بي هي ناقص 5، لانه هي 5 ملي فولت مور نيجاتيف ذان نورمال، يعني النورمال كان ناقص 65 زاد ل 70. تمام، هاي ناقص 65 صار ناقص 70، فانا زاد عندي 5 درجات سالبيه اعلى، وبالتالي هذا الاشي راح يعمل انهيبيشن للترانزميشن اوف نيرف سيجنال عن طريق السيناب. طيب البوست سينابتك بوتين البري سينابتك انهيبيشن عفوا، انه هو انا زي ما حكيت هي صار عندي انهيبيشن، دخل عندي اشي بوزيتيف واشي نيجاتيف. اوكي، ما راح يوصل للثريشولد، هاي البري سينابتك انهيبيشن وصل وما راح يعمل، راح يعمل على انهبيت الترانزميشن، وهذا التحبيط التثبيط راح يحدث على محور العصبون قبل التشابكي، راح يصير على البري سينابتك اكزون، يعني التثبيط صار في نهاية العصبون، هاي البري سينابتك انهيبيشن، فصار عندي تثبيط قبل التشابكي، مش بجسم الخلية، مش هون، لا قبل التشابكي. تمام، هاي العملية بتحدث عن طريق نواقل عصبية اسمها جابا، اسمها جابا، هاي الجابا اللي هي جاما، اللي هي جاما امينو بيوتريك بيوتريك اسيد. اوكي، هاي هي الجابا اللي بتعمل على التثبيط، وبترتبط بالمستقبلات الموجودة حول العصبون قبل التشابكي، فراح تدخل عندي كلور انفلوكس، بتزيد من سالبية المنطقة، لما يجي جهد الفعل يدخل الصوديوم ما راح يقدر يوصل لثريشولد بسبب كمية السالبية العالية لداخل الخلية. تمام؟
انا لو نيجي هون الانهيبيتوري اكت اون ذا بريسينابتيك تيرمينال، حكينا على المحور القبل التشابكي قبل ما توصل الاشارات او السيجنال للسينابس حتى تعمل كوميونيكيت مع البوست سينابتيك نيورون، يعني عملها علاقه بالسيل بودي. والبريسينابتيك انهيبيشن mostly caused by release of inhibitory substance اللي هو الجابا. الجابا بيشتغل على الريسبتورز، جابا ريسبتورز على الاوتسايد اوف ذا بريسينابتيك نيرف بيفور their own ending terminate on the post synaptic، قبل ما يصل البوست سينابتيك. ما حكاها ايش جديد، راح يسبب عندي activation of chloride influx، راح يدخل عندي الكلور الى الداخل، راح يعمل عندي hyperpolarize زيشن، وبالتالي راح تقلل الافكت اوف صوديوم، ما راح يقدر يوصل جهد العتبه، ما راح يقدر يعمل على الاكشن بوتنشال. البريسينابتيك انهيبيشن اكر ان ماني اوف ذا سنسوري باثوي ان ذا نيرفوس سيستم، تحدث بطرق معدده، حتى ممكن تكون عن طريق، ممكن نسوي هاي العمليه احنا عن طريق ادويه معينه. هون بتكون انتهت محاضرتنا لليوم، بتمنى تكون واضحه، ويعطيكم ألف عافية، وما حد يتردد بسؤالي إذا احتاج إشي أنا جاهز. يعطيكم العافية وبالتوفيق.